وهنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه ألا نغتر بالمنامات. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلاما عظيما، يقول: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. اكتبوا هذا، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. انتبه أن تغتر بالرؤيا، تسره لكن لا تغره. ولذلك انظر عائشة رضي الله عنها، ومن هي؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وعن أبيها عن الصحابة أجمعين، مع أنها مظلومة وافتري عليها وكذب عليها، فأنزل الله عز وجل وحيا في تكذيب هؤلاء الذين افتروا عليها. مع ذلك ماذا تقول؟ تقول: لأمري في نفسي أحقر، لأمري في نفسي أحقر من أن ينزل الله آية تتلى في كتابه، وإنما أردت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. يعني تريد، ما تريد وحي أي آية في شأنها مع مكانتها وعظم شأنها وعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، مع ذلك تهون من شأنها. وهكذا أهل الفضل، أهل الفضل دائما لا يغترون بأعمالهم مهما بلغت ومهما ارتفع ومهما يعني كان في الصلاح في العبادة، فإنه يرى من نفسه أنه ما بلغ وأنه ما أتى، ما عبدناك حق عبادتك إلى غير ذلك. ينبغي دائما أن تشعر بهذا.